السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده هنتكلم سوا عن موضوع انتشر كتير في الفتره الاخيره على مواقع التواصل الاجتماعي او على فيديوهات اليوتيوب، وهو مشروب اذابه الدهون اللي على البطن او مشروب سحري لاذابه الكرش او تنزيل الكرش اللي هو الدهون اللي على البطن. يعني مفيش شك ان موضوع الكرش بيعاني منه كتير من الناس سواء الرجال او السيدات، وبتسبب مشاكل كتيره جدا وبالاخص على العضلات بتاعه الظهر. والناس اللي ما تعرفوش ان اغلب الالام اللي بتجي لنا في ظهرنا بتبقى من ان البطن ترهل وبالتالي حمل زياده على عضلات الظهر، وبالتالي بتعمل لنا الام في الظهر، وبيكون سببها مش الظهر، سببها وجود الكرش. النهارده هنتكلم عن مشروب الناس بتتكلم عنه بشكل كبير، ولكن للاسف اللي بيتكلم عنه ما بيتكلمش عن محاذير استخدامه والاحتياطات والناس اللي ممكن تشربه او ما تشربوش لموضوع اذابه الكرش. عندنا المشروب يتكون من الجنزبيل سواء فريش او باودر، وده لازم برضو ننوه ان احنا ممكن نستخدمه فريش اذا كان عندنا مشاكل في المعدة او مشاكل في قرح في المعدة، فالباودر هيبقى حامي اكتر على الجهاز الهضمي وبالاخص جدار المعدة. فالناس يا جماعة اللي عايزة تشرب المشروب دوت ما ينفعش يستخدم الجنزبيل الباودر، استخدمه الفريش عشان هو اخف تأثيرا على جدار او الجدار المبطن للمعدة. عندنا هنا القرفة وبنستخدمها باودر، وعندنا الشاي الاخضر سواء شاي اخضر سايب او باكتس زي ده كده، وعندنا الليمون. المشروب ده ممكن نشربه كده او ممكن نحليه بعسل النحل. طيب ايه فوائد ايه فوائد المشروب دوت؟ فوائده ان احنا عندنا جنزبيل وقرفة. الجنزبيل فيه مركبات عند امتصاصها في الجهاز الهضمي بيتطلب امتصاصها وجود تفاعلات كيميائية معقدة بتتطلب حرارة، والحرارة بيكتسبها الجسم من حرق كمية من الدهون اللي موجودة في تجويف على التجويف بتاع البطن، وبالتالي بيساهم في تنزيل عملية الكرش. عشان كده المشروب بتاع الجنزبيل يعتبر مشروب مدفئ في فصل الشتاء، عشان كده لما نيجي نشربه بنحس ان احنا بيحصل عمليه تعرق او عمليه في حراره الجسم بيكتسبها، ده ناتج من التفاعلات الكيماويه اللي بيعملها الجنزبيل جوه الجسم عند امتصاصه. القرفه ليها دور كمان كبير في تنظيم مركب الانسولين في الجسم، وبالتالي تنظيم مستوى الانسولين في الجسم بيدي فرصه كبيره جدا لضبط الوزن او التخلص من الدهون الزائده الموجوده في بعض المناطق وعلى راسها طبعا مناطق الكرش والارداف عند السيدات. الشاي الاخضر طبعا قتل بحثا في موضوع قدرته على حرق واذابه الدهون، والليمون مزود بفيتامين سي وبرده له قدره على تنظيم مستوى الانسولين في الجسم، وبالتالي برده له دور مكمل للقرفه في خفض الوزن. دي الفوائد بتاعه المكونات بتاعه مشروب السحري اللي الناس كلها بتتكلم عنه، مشروب اذابه الدهون او مشروب حرق الكرش او تنزيل مستوى البطن يعني او الدهون اللي على البطن. الناس ما بتقولوش المشروب ده يا جماعه خطر جدا لانه رافع للضغط، بيرفع ضغط الدم بشكل كبير، فما ينفعش ان اوصف المشروب دوت لاي حد او ان ممكن اي حد يتناوله وهو عنده ضغط دم مرتفع او عنده مشاكل في عضله القلب وبالذات في الشرايين التاجيه، لانه بيرفع ضغط الدم بشكل كبير جدا. ما ينفعش الحامل في الشهور الاولى او الحامل بشكل عام تاخده او المرضع تاخده بشكل او باخر، لانه برده بيدي تاثير قابض لعضلات الرحم، وبالتالي بالذات في الشهور الاولى ممكن يؤدي الى عمليه اجهاض مبكر او نزيف او مشاكل بصفه عامه في عمليه الحمل بالذات في الشهور الاولى. الناس اللي اجرت عمليات قلب مفتوح او الناس اللي اجرت عمليات صمام او الناس اللي اجرت بعض العمليات في توسيع الصمامات او توسيع الشرايين في القلب، ده بيشكل خطوره يا جماعه عندهم عليهم، وبالتالي ما ينفعش اتناول هذا المشروب. المشروب ده مفيد جدا، ولكن لازم ناخد بالنا ان هو في ناس ما ينفعش تشرب، مش عشان المركب فيه اعشاب يبقى اي ناس تشربه واي ناس تشربه باي كميات، وبالتالي هو كله فوائد وما فيهوش ضرر. الاعشاب يا جماعه لو ما خدناش بالنا، يعني مثلا وجود الليمون في هذا المشروب، وفي ناس بتقول ان المشروب ده اشربه قبل ما انام، الناس اللي عندها ارتجاع، الناس اللي عندها حموضه زايده في ال HCL او حمض الهيدروكلوريك الموجود في المعده عندهم زياده، ما ينفعش يحط على المشروب ده ليمون، لانه هيشربه وينام هيعمل له مشاكل كبيره جدا في حموضه، وهيعمل له ارتجاع، وهيعمل له ممكن يؤرقه طول الليل ما يعرفش ينام. يبقى انا كده عالجت حاجه، حرقت الدهون بتاعه المعده او ساهمت في حرق الدهون بتاع المعده، وفي نفس الوقت ضريت حاجه ثانيه. الحاجه المهمه يا جماعه سواء في الاعلانات اللي بتيجي على التي في او الاعلانات او الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب او على البوستات الموجودة
موجودة على التواصل الاجتماعي، مفيش مشروب خافض للوزن او بينزل دهون الجسم بدون حركة. اي وصفة في الحياة تقول ان هي قادرة على اذابة الدهون وقادرة على خفض الوزن او ضبط وزن الجسم بدون نشاط رياضي ايا كان، حتى لو كان نص ساعة مشي المدة مرتين او ثلاثة في الاسبوع، فهي وصفات كلها عارية تماما من الصحة ومش هتدي نتيجة. عشان الناس ما تشربش الحاجات دي وتقول انا ما جبتش نتيجة والاعشاب ما بتعملش حاجة. اي مركبات سواء بتقفل الشهية، المركبات بتاعت الوزن، لاما مركبات بتلعب على عنصر الشهية في المخ وما بتخليناش ناكل زي الاعلانات بتاع لو راجل كل وخلافه، او اعشاب مركبات بتعمل على حرق الدهون او تفاعلات كيماويه بتتطلب حراره عشان تحدث فبالتالي بتحرق الدهون. كل الكلام دوت لو احنا ما عملناش نشاط حركي، ما نظمناش اكلنا، ما عملناش لايف ستايل او نظام غذائي في حياتنا في جزء رياضي وجزء تنظيمي بتنوع وجبات الغذاء، الوصفات دي كلها لن تجدي نفعا، مش هيبقى ليها اي لازمة ومش هيبقى ليها اي نفع، وهنبقى بناخد حاجات بنوهم نفسنا ان احنا بننزل في الوزن وهي مش هتعمل معانا. ده فيديو سريع كده حبينا بس ننوه عن المشروب اللي منتشر كتير على الانترنت، وبالذات في فيديوهات كتير بتتكلم عنه على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة، عشان الناس ما تاخدش المشروب او ما تاخدش الوصفة وتفكر ان هي بتعمل حاجة نفعة وهي ممكن تضر من حيث تريد الاصلاح. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اشتراك القناة وشير لو حسيت ان ممكن الفيديو يفيد حد غيرك، ما تنسوش طبعا لايك للفيديو اذا كان الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.